القادم والتي نفتح فيها النقاش اليوم عن الشأن السوري. مجلس الأمن الدولي خرج بطلبات واضحة إلى الأطراف المتنازعة في سوريا بأهمية وقف القتال فوريا والجلوس مرة أخرى للحوار بين الأطراف عدة، سواء المعارضة أو النظام الرسمي مع بشار الأسد. كل هذه الأمور التي تجعلنا نتحدث بدورنا عن وضع إنساني متردي ربما جعل الأمم المتحدة تتحرك في هذا الاتجاه، وحلول سياسية ما زالت مطروحة بعد 4 سنوات وأكثر على الصراع في سوريا. المشهد السوري وكيفية تنوع أطرافه المختلفة، خاصة مع مطالبات من مبعوث الأمم المتحدة ديم ستورا من أن إيران تكون شريك في هذا الحوار السياسي في سوريا والذي يبدأ في مطلع الشهر القادم مايو. كل هذه الأمور أناقشها مع ضيفي الكرام في استوديو السيناريو القادم. الدكتور نادر عكو المحلل السياسي السوري، برحب بحضرتك دكتور نادر. أهلا وسهلا بكم. وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد سيد أحمد القيادي بالحزب الناصري وأستاذ علم الاجتماع السياسي، برحب بحضرتك. دكتور نادر، مطالبات من مجلس الأمن الآن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا والجلوس إلى الحوار، كيف تنظر إلى هذا الطلب في هذا التوقيت؟ بالنسبة لموضوع وقف الحرب العبثية ضروري، بس الحوار مع من؟ مع أشباح؟ الحرب مع أشباح؟ طبعا. حضرتك لا ترى أطراف واضحة للصراع في سوريا الذي استمر لما يقرب من 4 سنوات وأكثر؟ أين الأطراف؟ أي ما كانت مسمياتها، نظام، معارضة، إرهاب على الأرض متمثل في داعش وجبهة نصرة سورية تعيس فسادا في الأرض هناك. هل الدستور يقول يوجد نظام؟ هل الدستور يقول يوجد معارضة؟ يوجد شركاء؟ نعم. من يحاور من؟ كل طرف له ارتباطات متعددة وله مصالح وله وجهة نظر. نعم. فإذا مجلس الأمن اللي هو مجلس التآمر العالمي يطلب المستحيل، فعليه أن يضع حل شفاف وأخلاقي ويبتعد عن الدفع بالشعب السوري العربي الذي أعطى الأبجدية الأولى لكل العالم. ماذا فعلنا نحن؟ نحن الشعب العربي السوري أعطينا العالم الأبجدية الأولى التي نقلت العلوم، التاريخ، كل شيء. لماذا مجلس الأمن يعاملنا بهذه المعاملة اللا أخلاقية؟ طيب، هنتوقف قليلا مع هذا التقرير ونعود لاستكمال هذه الرؤية ووجهات النظر المختلفة مع ضيفي الكرام في السيناريو القادم. تغدو سوريا يوميا فوق صفيح ساخن من الصراعات، مما حدا بالأمم المتحدة أن تستضيف مباحثات في جنيف مطلع الشهر المقبل لرأب الصدع في البلاد. المباحثات دعا إليها ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة وأطراف إقليمية ودولية، وذلك في محاولة جديدة لبحث حل ينهي الأزمة السورية المستمرة منذ 4 أعوام. ووجهت الأمم المتحدة دعوة مماثلة إلى ممثلين عن القوى الكبرى والدول الإقليمية ومن بينها إيران التي استبعدت من جولتي مفاوضات سابقتين. وقالت المنظمة إنه لن يشارك في المباحثات أي ممثلين عن تنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة التابعة للقاعدة، لكن يمكن لبعض الأطراف المشاركة في المباحثات التواصل مع كلا التنظيمين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي إن المحادثات ستكون في الأغلب على مستوى السفراء والخبراء، مضيفا أنه وجهت دعوات إلى أكبر عدد ممكن من الأطراف ذات الصلة بالصراع. وتوقع فوزي استمرار المباحثات ما بين 4 إلى 6 أسابيع، ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمزدورا مع أطراف الصراع في مباحثات منفصلة على مدى 10 أسابيع تبدأ في 4 مايو المقبل،
ميدانيا أعلن ائتلاف من فصائل المعارضة السورية سيطرته على قاعدة عسكرية للنظام في محافظة إدلب. وقال الائتلاف إن الهجوم الانتحاري الذي قامت به جبهة النصرة استهدف معسكر قارميد وأسقط العشرات من قوات الأسد. وتأتي سيطرة جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة بعد أقل من شهر على سيطرتها على مدينة إدلب بعد سلسلة انتكاسات للجيش، حيث سيطر التحالف على بلدة جسر الشغور للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ 4 أعوام. إذن هي دعوة من مجلس الأمن لأكبر عدد ممكن كما قيل من أطراف الصراع في سوريا للجلوس مرة أخرى، وقف إطلاق النار والحوار هو الأبدى. تعقيبا على هذه النقطة مرة أخرى أرحب بضيفي الكرام، الدكتور نادر عكو المحلل السياسي السوري، والدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي والقيادي بالحزب الناصري. دكتور محمد، هذه المرة دكتور نادر تحدث عن أي أطراف يتحدث عنها مجلس الأمن؟ الشعب السوري هناك مؤامرة ضده منذ سنوات، ومجلس الأمن يتوج هذه المؤامرة بشكل أو بآخر. قبل أن أستفيد في هذه النقطة مرة أخرى مع الدكتور نادر، أود تعقيب حضرتك على فكرة المبعوث الأممي والدعوة إلى الحوار، وإيران التي استبعدت في حوارين سابقين هي الآن مطروحة من ضمن الأطراف التي تقود هذا الحوار. يعني طبعا أنا بتفق مع الأستاذ نادر حوالين أن مجلس الأمن متآمر. طبعا مجلس الأمن متآمر، مجلس الأمن أو الكبار في مجلس الأمن وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية هي من تخوض الحرب ضد سوريا، وهي من تستهدف الدولة السورية والشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولذلك هي التي دعمت كل هذه الجماعات الإرهابية التي أتت من كل أصقاع الأرض. خلينا كمان نؤكد على أنه ما فيش أطراف متنازعة، يعني مجلس الأمن يعبس حين يطالب الأطراف المتنازعة بترك. هناك إرهاب جاء من كل بلدان العالم إلى الأرض السورية وحشدوا كل الإرهابيين من كل بقاع الأرض كي يأتوا إلى الأرض السورية، والجيش العربي السوري يواجه هذا الإرهاب عبر 4 أو 5 سنوات الماضية. هذا أيضا ما يحدث الآن في مصر، الإرهابيين الذين يحاربهم الجيش المصري في سيناء، والإخوان المسلمين الذين حاربهم الجيش المصري وأقصاهم من المشهد السياسي المصري، هو نفس المشهد ويتكرر لكن بشكل أسوأ في على الأرض السورية. يبقى المستهدف من هذه الحرب هي الجيوش، الجيش المصري والجيش العربي السوري هم مستهدفين. نعم. من هذه المعركة أقوى الجيوش العربية إلى جانب الجيش العراقي. ده طبعا الذي تم تحطيمه، وهذه هي مؤامرة. لن يمكن أن ننسى كلمات بن جوريون حين قال يعني سنة 48 لا يمكن أن تعيش وتحيا إسرائيل آمنة إلا بالقضاء على 3 جيوش عربية، الجيش المصري والجيش السوري والجيش العراقي. استطاعوا أن يقضوا على الجيش العراقي ويضعفوا الجيش العراقي بالاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 والمعركة الآن مع الجيش المصري والجيش العربي السوري. لكن خلينا نؤكد على أنه ما فيش أطراف متنازعة ولا في كمان معارضة حقيقية. كان يعني في خطة؟ لا في خطة طبعا لسوريا ونجحت إلى حد كبير في 4 سنوات. لا 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 لم تنجح هذه الخطة، لم تنجح يعني لبسالة الجيش العربي السوري وصمود الجيش العربي على المستوى الإنساني وتردي الأوضاع الإنسانية وتشريد السوريين الشعب السوري. الشعب السوري شعب بطل، الشعوب بطلة، والشعوب تعرف وتستطيع أن تدافع، والشعوب لا تفنى. لا يمكن يعني أي قوة على وجه الأرض أن تفني الشعب السوري. الشعب السوري باقي، والأمهات والسوريات سينجبن أبناء يخرجون من قلب هذا الوطن للدفاع عن هذه الأرض وللدفاع عن هذا الوطن. أما فيما يتعلق بالمعارضة فخلينا نقول بقى مين هي المعارضة اللي بيقولوا لهم تعالوا عشان نقعد وحيروحوا جنيف 3. طيب خلي دكتور نادر يتحدث، بس خلينا نقول بس دي مين المعارضة نقطة. بس خلينا نقول مين هي المعارضة. المعارضة 3 طوائف. المعارضة هناك معارضة وطنية، وللأسف الشديد هذه المعارضة الوطنية ضعيفة وهشة إلى حد كبير، وهي ضد المؤامرة بكل معانيها، وبالتالي هي لا تختلف مع النظام السوري ولا مع الدولة السورية. هذه فيما يتعلق بالمعارضة الوطنية. في فصيلين آخرين من المعارضة، الفصيل الأول هو المجلس الوطني الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، واللي فيه بعض المثقفين اللي خرجوا دلوقتي لما لقوا
الوضع ان الاخوان المسلمين مسيطرين عليه، وبالتالي هذا لا يمثل شيء على الارض، لانه في الاول وفي الاخر لا يستطيع ان يوقف الحرب ما بين الجيش العربي السوري والجماعات الارهابيه. ده من ناحيه التنسيقيات، تنسيقيات المعارضه ايضا يعني تعيش في الدوحه وتعيش للاسف الشديد في اسطنبول، ولا يمكن لهم ان يكونوا طرف اصيل في معادله الحرب على الارض، لان هم خارج البلاد، لكن من داخل البلاد هم الذين يستطيعون الدفاع عن الوطن. خلينا نقول انه ما فيش اطراف متنازعه، في ارهابيين على الارض وفي جيش بيواجه هؤلاء الارهابيين. هذه هي المعادله الحقيقيه، وبالتالي اذا كنا نبحث عن حل فعلى الرئيس بشار الاسد ان ياتي الان الى القاهره، يعني له في القاهره له بيت واهل، وابوه الرئيس العظيم الراحل حافظ الاسد كان يعيش في مصر من 58 ل 61. طيب. وكان ضابطا طيارا يدافع للمعارضة السورية. كيف قيمت هذا الحوار؟ وهل بالفعل شيء مرحب أن يأتي النظام الرسمي السوري للجلوس مرة أخرى، ويستجيب بشار الأسد للجلوس مع أي ما كانت سواء التسميات لأطراف أو شركاء حتى في الحكم والأوضاع الراهنة، ويحاول الخروج من هذا النفق المظلم بالنسبة لسوريا؟ هل ستتم بالفعل الحلول في هذا الإطار إذا ما جلس بشار الأسد مع المعارضة، سواء كانت المعارضة الوطنية التي وصفها الدكتور محمد بأنها كانت معارضة إلى حد ما متواضعة في مقاومتها، ومن يصفون نفسهم بالمعارضة الأخرى التي تتحدث عن جبهة نصرة ربما دخلوا تحت عباءة من المتشددين والمتطرفين على الأراضي السورية؟ يا سيدي خلينا نكون واقعيين ونعطي فكر للناس وللمشاهدين. لا بد من إبداع حل، وهذا الحل هو موجود لدى القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية. هذا الحل قابل للتطبيق. كل الأطراف اللي موجودين على الساحة السورية لديهم قاسم مشترك، الثقة في مصر العربية باعتبار أنهم لا يزالون جزء من الجمهورية العربية المتحدة. سوريا هي الإقليم الشمالي، الجيش العربي السوري هو الجيش الأول، إلى الآن لم يتغير قانون الجيش والقوات المسلحة في مصر كما كان وضعه الرئيس جمال عبد الناصر. الاختراقات اللي تمت في كل الاتجاهات أعطت خوف من كل الأطراف، وهذا الخوف يولد دمار. الحل هو في يد القيادة المصرية، فكما قال الدكتور على الرئيس جمال على الرئيس بشار الأسد أن يحضر إلى القاهرة ولا يخاف من أي شيء، لأن الشعب المصري يحتضن كما احتضن أبوه وكما يحتضن الشعب المصري والقيادة المصرية مع وحدة سوريا أيا ما كانت. نعم. وغير ذلك فإن سوريا دخلت في نفق مظلم لا يمكن أن ترى النور، وكل يوم نتأخر فيه سوف نرى الجحيم. نقطة أول السطر. حضرتك بتبعد بشكل أو بآخر عن مظلة الأمم المتحدة أو دعوة مجلس الأمن الدولي، وربما يبدو في الأفق أن الحل العربي العربي هو الأفضل في قيادة مثل هذه الأزمة. شيء طبيعي. الدكتور قال عن أمريكا، هل تعلمي أن أمريكا تخلقت في رحم الإرهاب؟ نعم. فكيف تلد إلا إرهابا؟ كيف أضع روحي في يد الأمريكان؟ وحتى ما نسيء إلى أحد على الغرباء أن يرحلوا، ونحن السوريين أقدر على الحل، لا نريد أحدا، نريد أن نعود إلى حضن الجمهورية العربية المتحدة مع الشعب المصري الذي ذهب في 57 لحماية سوريا من الاعتداءات التركية ومن حلف بغداد.
حسين الشافعي الله يرحمه بذاته أخذ قوات مصرية وراح وقف على الحدود التركية. هذا هو الحل. ما نضيعش وقت بداعش وماعش وحزب الله وإيران والحوثيين والموسيين وإلى آخره. طيب هذه الدعوة إيران فيها مطروحة علنية كاسم في هذا الحوار، هل ستتم الاستجابة من قبل أقول ماذا، أطراف الصراع ولا أطراف النزاع ولا الشركاء زي ما حضرتك وصفت؟ أنا أريد أن أعيد بك إلى التاريخ. الدمشقيون علموا معاوية الخليفة السياسة، لا نريد أحدا أن يعلمنا السياسة، نحن أقدر على تعليم العالم في السياسة. لماذا أذهب إلى جاري وفلان وعلان ليحل مشاكلي؟ الذي يبحث هو الآخر عن نفوذ إقليمي في المنطقة العربية. نعم أكيد أكيد. يعني الحل كما قال الدكتور محمد نقطة أول السطر، خلاص يجي الرئيس ويعمل زي ما عملوا الضباط الوحدويين في 58 وأعلنوها وحدة مع الرئيس جمال عبد الناصر ومع الشعب المصري وعشنا مبسوطين. جمال عبد الناصر في القمة العربية الأخيرة سوريا لم تمثل فيها بأي من أي الأطراف ولا نظام يعني رسمي ولا نظام. لا يعني خلينا وظل المقعد شاغل. لا خلينا سيدتي الفاضلة خلينا نوجه تحية يعني للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على أن يبقى المقعد يعني شاغرا نعم. على ألا يعني يجلس به، لأن كل الأطراف العربية للأسف الشديد التي حضرت القمة كانت تبغي أن يجلس أو تجلس المعارضة أو من يدعوا أنهم المعارضة ليجلسوا في المقعد، ويعني الذين يرفعون ليس العلم العربي السوري اللي هو العلم الوحدة اللي ذو النجمتين النجمة المصرية والنجمة السورية، اللي احنا لازلنا إلى هذه اللحظة الجيش العربي السوري والدولة السورية تحتفظ به وطني، ظل العلم موجود. وأنا بقول أنه يعني دي علامة على أن بالفعل هناك يعني قنوات اتصال، وأنا بأؤكد لك أن في قنوات اتصال هذه معلومة يعني وليست خافية على أحد، أنها هناك قنوات اتصال يعني بين القاهرة ودمشق وفي تواصل دائم وفي تبادل دائم للعلاقات. ومصر يعني تدرك، وخاصة مصر بعد 30 يونيو تدرك إدراكا حقيقيا أن سوريا هي جزء من الأمن القومي المصري. أكيد. يعني حين ندافع عن سوريا لا ندافع عن سوريا فقط سوريا العربية، ولكن ندافع أيضا عن الأمن القومي المصري الذي والعربي. يبدأ طبعا الذي يبدأ من دمشق ويبدأ من سوريا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سوريا خارج المعادلة. لكن فيما يتعلق بقى بإيران خلينا نؤكد أيضا إيران لها نفوذ، لها طبعا نفوذ في المنطقة وتريد أن يتمدد هذا النفوذ في المنطقة ولعبت دورا. خلينا نؤكد أن فيما يتعلق بالأزمة السورية هي وقفت داعمة للنظام السوري وللدولة السورية على مدار الأربع سنوات الماضية، ولعبت دورا هاما جدا في يعني صمود سوريا أمام هذه الهجمة الغربية. ولكن خلينا نؤكد أنها إيران نفسها استطاعت انها تهزم الولايات المتحدة الامريكية وتجبر الولايات المتحدة الامريكية ودول الخمسة زائد واحد انهم يجلسوا معاها على طاولة المفاوضات ويقروا بي. احنا تحدثنا في نفس الاطار ودكتور نادي شاركنا الفكرة، ربما لمقايدات ما لا تبدو على السطح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف أيضا مد هذا النفوذ الإقليمي. يبقى الحل الوحيد لوقف هذا التمدد الإيراني ولوقف هذه المؤامرة الصهيو أمريكية على المنطقة التي تبغي لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت، لابد من وحدة عربية فورية، ولا يمكن أن نتصور أن تكون هناك وحدة عربية بدون القاهرة ودمشق. القاهرة ودمشق
الجيش المصري والجيش العربي السوري هم قوام اي وحده. يعني لا يمكن ان احنا نقول نعم. كل ما يقال عن مشروعات للوحده العربيه مع دول الخليج ومع مش عارف ايه مقبول، هذا مقبول وندعمه ونرحب به، لكن ليس هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيين. اللاعبون الرئيسيون في هذه المعركه وفي هذا الشأن وفي الحفاظ على وحده الوطن العربي ووحده الأمة العربية هم الجيشين، الجيش المصري والجيش العربي السوري. طيب وبالتالي من سابق ومن أيام قليلة أو من شهر تقريبا تحركت عاصفة الحزم لنفس الأهداف بحماية الأمن القومي المصري والعربي في اليمن. صحيح أنها توقفت دون وقف لإطلاق النار، وما زال الصراع ربما دائر على الأرض باتجاه الميليشيا سوريا الآن هي الأخرى بتعاني بشكل أو بآخر من إرهابيين على الأرض، أيما كانت المسميات التي دخلت بقوة إرهابية مختلفة إلى هذا الوطن العربي عابرة للحدود ولدوله المختلفة. كيف سيتعامل الموقف العربي مع الأوضاع في سوريا؟ هل برأيك قوة الدفاع العربي المشترك التي شكلت عقب القمة العربية أو وفق قرارات القمة العربية ووزراء الدفاع والأركان اجتمعوا منذ ما يقرب من الأسبوع لتفعيلها، هل بترى لها دور دكتور نادر في سوريا الآن في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه السنوات التي مرت على الصراع هناك؟ الجواب بيتلخص عندما قامت القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية واجتمعت القادة العسكريون عملوا تقدير موقف. هذا التقدير الموقف درسوا فيه كل التحديات على الوطن العربي، والقيادة الوحيدة اللي أدركت ما يجري على الساحة العربية هي القيادة المصرية، ولذلك بدون مناقشة أنا أقف مع القيادة بتاعت القوات المسلحة المصرية، لأن عارفة تقصد قوة الدفاع المشتركة حوصل في بلورتها بشكلها النهائي. نعم. في هذه الأيام عندما عملوا تقدير موقف بقيادة الرئيس السيسي لكل الساحة العربية وعرفوا انه ما يجري في سوريا المقصود فيه مصر، وما يجري في لبنان مقصود فيه امن مصر، وما يجري في العراق هو ضرب مصر، وما يجري في اليمن هو ضرب مصر. اذا القيادة المصرية عرفت حقيقة ما يجري، انه كل الازمات اصبحت متكاملة مع بعض، والهدف هو ضرب مصر، لأن مصر هي 30% من الوطن العربي وهي الكتلة الصلبة للأمة العربية. إذا عندما نقطع أجنحة مصر في سوريا، أطراف الجسد يعني. نعم. إذا جاز التعبير، وفي العراق وفي لبنان وفي ليبيا وفي اليمن، أصبحت الأمة العربية بلا كتلة صلبة. ولذلك قبل أن يصل إليك العدو يجب أن تضربه في مهده. إذن القوة المشتركة أو قوة الدفاع عن الوطن العربي ما دام مصر موجودة فيها أنا أوافق عليها 100%، لأنه قوة حقيقية لصالح الأمة العربية. نعم. طيب أنا ينضم الآن إلي عبر الهاتف الأستاذ فهد المصري منسق مجموعة الإنقاذ الوطني السوري من باريس. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا، مساء الخير. مساء الخير أستاذ فهد. نحن الآن أمام معطيات بتتحدث عن حوار بين الأطراف في سوريا ووقف للقتال. ماذا تقوم المجموعة، مجموعة الإنقاذ الوطني، ماذا تعني وما هي الأطراف التي تتحدثون معها؟ يعني قبل كل شيء مجموعة الإنقاذ الوطني في سوريا تضم عسكريين، قيادات عسكرية فاعلة في الداخل وفي الخارج
إضافة إلى بعض الشخصيات المدنية التي تمتلك حيثيات وقوة داخل المجتمع السوري، وبالتأكيد العسكريين والمدنيين في مجموعة الأنقاذ الوطنية ينتمون إلى مختلف شرائح الشعب السوري، ولا نخفي بأن لدينا عدد من الشخصيات العسكرية وحتى المدنية من داخل النظام السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم والدمار. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع الحوار، نحن بالتأكيد مع الحل الوطني لإنقاذ سوريا وما تبقى من مؤسسات الدولة في سوريا، ولكن بالتأكيد يجب وضع حد لحمامات الدم، وضع حد لهذا الدمار من أجل إنقاذ ما تبقى من سوريا وما تبقى كيف؟ من كيف؟ أعطيني خطوط عريضة. نعم، وبالتأكيد منع تفكك المجتمع السوري، لأن سوريا الآن في أعلى درجات الخطر ووحدتها الوطنية والترابية في أعلى درجات الخطر. طيب، تتحدثون من باريس، هذه المجموعة تخاطب من وما هي الخطوط العريضة لهذا الحوار أو هذا الحل من وجهة نظركم؟ يعني نحن بالنسبة لنا أي حل لا يتضمن ثلاث نقاط أساسية بالنسبة لمجموعتنا لا يمكن أن يعتبر حلا، حتى لو حاولت أي أطراف فرض أي حل لا يمكن أن ينجح، أي حل لا يمكن أن ينجح في سوريا إن لم يتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى إزاحة بشار الأسد وثلاثة وخمسين شخصية معه من المسؤولين عن القتل والتدمير في سوريا وإعطاء أوامر القتل والتدمير. ده أول الحلول من وجهة نظر مجموعة الإنقاذ الوطن. طبعا. النقطة الثانية لا يمكن لأي حل وطني أو حل سياسي أن ينجح دون ضمان قضية العدالة الانتقالية في سوريا لمحاسبة كل من أجرم وقتل بحق الشعب السوري. النقطة الثالثة وأساسية بالتأكيد، لا يمكن أن ينجح الحل إن لم تتضمن هذه النقطة الثالثة، وهي إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية. أي حل يتضمن هذه النقاط الثلاثة أنا أضمن له النجاح في سوريا. ومن يأتي بعد هذه الإزاحة من وجهة نظرك؟ ألا تخشى ما وقع في دول عديدة ذهب فيها الزعيم أو الرئيس بشكل أو بآخر وكان وفق خطط غربية، وبالتالي وقعت هذه الدول في براثن التفكك والصراع الداخلي؟ نحن رسمنا خطة، وهذه الخطة تحظى بإجماع عدد كبير من فصائل المعارضة ومن أطياف مختلفة من الشعب السوري وحتى من موالاة النظام السوري نفسه. نحن نقول بأن البديل السياسي الوطني عن النظام السوري يكون بتشكيل مجلس رئاسي مشترك من شخصيات مدنية وعسكرية من المعارضة والنظام، شريطة أن لا تكون أيديها ملطخة بالدماء أو أعطاء أوامر القتل والتدمير. ثانيا، إضافة إلى مجلس الرئاسي المشترك للمرحلة الانتقالية يكون هناك حكومة خبراء للمرحلة الانتقالية، إضافة إلى برلمان انتقالي، إلى جانب أن يكون هناك مجلس أعلى للأمن والدفاع يقوم بإعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية. نعم. دون ذلك لا يمكن أن ينجح، لا يمكن أن تنجح المرحلة الانتقالية. مرحلة عبادة الفرد سيدي أو الشخص أو قيادة هذه هي وجهة النظر التي نقلتها، ومعي أيضا ضيوفي الكرام في الاستوديو يودون التعقيب عليها مع سيادتكم. الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي والقيادي بالحزب الناصري، تفضلي. يعني أنا بشوف أنه أي معارضة أو يقولوا قوة إنقاذ من وطني من الخارج، يعني إيه قوة إنقاذ وطني من الخارج؟ إن لم تكن على الأرض فأنت لا تستطيع، إلى جانب هناك إرهابيين على الأرض هم الذين يعني يسيطرون على الوضع، إلى جانب من الذي تلطخت أيديه بالدماء من النظام. أنت تتحدث عن الجيش العربي السوري الذي يخوض معركة ضد الإرهابيين، عايز تقول ان دول أيديهم ملطخة بالدماء؟ عايز تقول ان الرئيس بشار الأسد الذي يقود الجيش العربي السوري البطل اللي بيخوض معركة ضد الإرهاب أيديهم ملطخة بالدماء؟ هذا عبث. هؤلاء ينفذون الأجندة الأمريكية الصهيونية، هذه الجبهات، هؤلاء الذين يدعوا انهم مثقفين، هؤلاء الذين يدعوا انهم مثقفين هم الإرهابيين الحقيقيين، هؤلاء الذين يدعوا انهم يعني جبهة إنقاذ هم ينفذون الأجندات الخارجية، هم الذين يريدون تفتيت سوريا، هم الذين يسعون إلى تقسيم سوريا ويسعون إلى إجهاض. طيب، كل الحرب التي يخوضها الجيش العربي السوري ضد هؤلاء الإرهابيين. دكتور محمد، فكرة حضرتك وضحت، تفضل أستاذ فهد للتعقيب أخيرا على هذه النقطة.
يعني أنا أقول لضيفك في الاستوديو أن هناك ثورة شعب في سوريا واجهها النظام السوري المجرم. أين كنت أنت؟ أين كنت أنت من هذه الثورة؟ أنت تجلس في فرنسا ولا وأمثالك يجلسون في الدوحة وفي إسطنبول وفي كل البلاد الأوروبية، أنتم لا تعلموا عما يحدث على الأرض السورية ولا تشكلوا جزءا من الشعب السوري. الشعب السوري حقيقة هو القابض على الجمر على الأرض السورية ويدافع عن التراب السوري. أنتم تعيشون في فنادق خمس نجوم ولا تعلموا ماذا يعيش الشعب السوري ولا تمثلوا الشعب السوري. لا اتهامات لأي طرف من فضلك، أنا بشكر حضرتك يعني كثير. اسمحي لي أنا تفضل يا فندم من التعقيب، أنا مش هقفل مع حضرتك إلا ما تعقب تعقيب أخير من فضلك دكتور محمد. وصل التعقيب الخاص بسيادتك، تفضل يا أستاذ فهد. قبل كل شيء أنا شخصيا موجود خارج سوريا، لكن مجموعة الأنقاذ الوطنية أنا أؤكد لضيفك بأنها موجودة بنسبة 95% موجودة على الأرض في الداخل السوري. هذه نقطة. ثانيا، هناك ثورة شعب في سوريا واجهها النظام السوري بكل أنواع العنف. لا تمتلك المعارضة السورية لا أسلحة الطيران ولا الأسلحة الكيماوية ولا صواريخ الأسكود، ولم تدمر الأحياء والمدن بالصواريخ التي تمتلكها. النظام السوري أكثر من 7 أشهر كانت الثورة الذهنية، ومع ذلك واجهها النظام بكل أنواع القتل والتدمير، داعش والنصرة والإرهابيين الذين تتحدث عنهم. عليك أن تميز، عليك أن تميز، عليك أن تميز، عليك أن تميز ما بين الشعب السوري الذي يقتل منذ 4 سنوات ونصف وحتى الآن أمام صمت المجتمع الدولي والعربي حتى الآن، والنظام القاتل الذي وللأسف تتحدث عنه وتدعي طيب أنك من حزب الناصري. نحن لسنا الآن في ترشق للاتهامات، اسمح لي أستاذ فهد، هو ليس ترشق للاتهامات ما بين معارضة ونظام ولا رأي والرأي الآخر. من فضلك، من فضلك أستاذ فهد، حضرتك تتحدث معي أنا الآن على الهواء. هو ليس دعوة للتراشق ولا للاتهامات، لا تراشق في الألفاظ ولا تراشق في الاتهامات، أردت فقط معرفة وجهة نظر حضرتك. هل ستتقبلون الحوار الذي سيبدأ في مايو وفق دعوة المبعوث الأممي، وهل إيران ستكون شريكة بالفعل في هذا الحوار من وجهة نظركم؟ إيران ليست شريكة في الحل، إيران هي جزء أساسي من المشكلة ومن القتل والتدمير في سوريا. إذن هي جزء أساسي من المشكلة والدعوة تشملها هي كاسم، فهي مرفوضة من قبلكم. مرفوضة جملة وتفصيلا، هي ومن معها. وأنا أؤكد لك بأن عاصفة الحسم قد انطلقت في سوريا، وأن 5 جبهات ستشتعل، والنظام السوري أصبحت أيامه بالفعل الآن معدودة، وليذهب بشار الأسد ومن معه إلى الجحيم، ولن نترك كل من قتل واجه الحق لك والولايات المتحدة الأمريكية إلى الجحيم. لا 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 لن أقبل على التلفزيون المصري، لن أقبل أن يهان. لا لا لن لن أقبل على التلفزيون المصري. أنا اللي بأدير الحوار، اسمح لي يا فندم. لا لا أقبل، لن أقبل، أسيب الحوار وأمشي. أسيب الحوار وأمشي يا سيدي الفضيلة. لا لا أسيب الحوار وأمشي، إن لم أرد على هذه الاتهامات فليذهب هو والأمريكان والصهاينة والدواعش والإرهابيين وجبهة النصرة، يذهبهم جميعا للجحيم، ويبقى الشعب العربي السوري والجيش العربي السوري والقائد البطل بشار الأسد. اسمح لي، هو معنا عبر الهاتف. حابب يطول لك على رأيي يا سيد. اسمح لي أن ننهي هذه المكالمة ثم نستكمل هذا التحليل دون اتهامات ودون تراشق بالألفاظ. من فضلك يا دكتور محمد، أنا بشكر حضرتك وجهة نظرك. حضرت إلينا أستاذ فهد المصري، منسق مجموعة الإنقاذ الوطني السوري من باريس، وأيا ما كانت هذه الأراء نحن نحترمها ونفندها ولا نتهم أي طرف على حساب الآخر. أشكرك جزيل الشكر. دكتور نادر، أنا عايزة تعقيب حضرتك. تعقيبي بكلمتين ورد غطاهم. نحن أنا بالنسبة إلي كمفكر أتيت لأعطي فكر وليس لإعادة السجال. أنا عمري 72 سنة، حضرت حرب أكتوبر، عارف ما هي معنى الحرب، ما هي القتل، ما هي الاختراقات، وتوصلت إلى حل واحد يرضي الشعب السوري وهو الحل المصري. صحيح. بس لكن حضرتك مش مع أي من الأفكار اللي قيلت، سواء بإزاحة بشار كحل أولي في هذا الحوار
ولا حتى مع فكرة الحكومة الانتقالية وإعادة هيكلة للجيش والمؤسسات وما إلى ذلك مما قيل. يا أستاذتنا، بشار لا يزال بالنسبة لهيئة المتحدة هو ممثل سوريا. الجوازات السفر إذا ما بيعطيها للشعب السوري، الشعب السوري العشر ملايين اللي برا حيموتوا. صحيح. فالسجال ما بفيد. نعم. والفكر. إذن هذه ليست بداية للحل. لا أبدا، الحل معروف. قيادة مصرية أثبتت عبر حياتها من سنة 1952. قيادة مصرية تقود على أي أساس في الداخل إذا كان السوريين يختلفون في وجهات النظر من الحل؟ يا سيدتي، كلهم عيونهم على سوريا، على مصر. ماذا تريد مصر؟ هم كلهم متفقين على هذا الأشياء. أهل الساحل بيحبوا مصر، الدير بتحب مصر، كلهم محبين لمصر. أنا لن أتهم أحد. أنا أذهب إلى الشخصية الاعتبارية اللي أثبتت عبر التاريخ أنه هي قائدة المقاومة، هي مصر، هي جمال عبد الناصر اللي هي المقاوم الوحيد في الوطن العربي. الجيش العربي المصري والجيش السوري هن أصحاب حرب أكتوبر. صحيح. حتى لا نعيد فلان وعلان ولا نخون أحد، وكلهم نحترمهم ونجلهم، لكن نريد أن نعطي فكر، نريد أن نعطي حل. أما نذهب إلى يمين وشمال، وأنا مش موافق على النموذج الذي ظهر معنا من باريس، ربما يجعل الأمر أكثر صعوبة أو تجاجر أو نزاع في هذا الحل أو هذا الحوار المزعوم. أنا قلت في بداية حديثي أننا ذاهبون إلى بحار دم، لأن الاختراقات كثيرة، لا نعرف من هو العدو ومن هو الصديق، لا نعرف. في الآن أمريكا والماسونية العالمية الآن تخلق شخصيات انه هن رب المقاومه، وهم اللي عبد الناصر ما هوش حاجه، ولا فلان عمل حاجه، ولا الجيش السوري ولا الجيش المصري، هم اللي عملوا كل حاجه. شكرا تشكيك جزيلا. تشكيك في ثوابت على مدار سنين، واثبتت من خلال التاريخ تجاربها. شكرا جزيلا لايران، وشكرا جزيلا لحزب الله ولكل الناس. يا اخي شكرا، اتركونا شوي. لكن هذا النخر في الواقع السوري ما زال مستمر. تركيا هي الأخرى ما زالت بتحرض ضد هذا النظام، وما زالت تحرض أيضا ضد النظام في مصر. أيما كانت تركيا لما تقوم به هي جهود لم تكلل بالنجاح على الأرض. صحيح. مصر ومخطط الذي كان محاك ضدها بيد من الإخوان المسلمين كمنفذين لهذا المخطط لم ينجح. تركيا تحاول أن تؤجج الصراع ما زالت في سوريا، وتحاول إسقاط هي الأخرى بشار الأسد. تعقيبك على هذا الموقف ولكن دون انفعال. لا، ما فيش انفعال، يعني طالما ما فيش طرف آخر يعني للأسف الشديد بيقول كلام ما أنزل الله به من سلطان، يعني وجهات نظر. لا دي مش وجهات نظر، نحن نسمعها يعني لكي تعرف كافة الأطراف كيف تتحدث. أسمعك وأسمع الآخر، يعني ومن هذا المنطلق أتحدث. أنا تسمعي؟ أنا ما أقدرش أسمع، يعني ما اقدرش اسمع يعني اطراف بتقول كلام يعني لا على الاقل بواجب التفنيد. حاضر، نريد ان نعطي هنفند استاذ هبه، نريد ان نعطي حتى نهايه الحلقه فكر. حاضر استاذ، حاضر استاذ، ولا صحيح. نريد ان نختلف على حاضر دكتور نادر، حاضر مش هنختلف، نريد ان نعطي فكر. حاضر. نريد ان نعطي حلول يا جماعه. صحيح، ومغزى هذا يعني في هذه الحلقه. عشرة مليون سوري خارج بلادهم، صار البحر الأبيض المتوسط اسمه البحر أو القبر الأبيض المتوسط. يا جماعة حرام عليكم. صحيح، صحيح. الشعب السوري واللاجئين السوري، يعني خلينا نقول مش لاجئين، ما فيش لاجئين، حرب عبثية مش مقتنعين فيها. أنا بطريقة فكرية عم بقول له يا سيادة الرئيس تعال على القاهرة وخلصنا. حاضر. بس كفاية أستاذ هبة. فيما يخص تركيا، تركيا جزء من هذا المخطط الصهيوني الأمريكي، وأحد أدوات المشروع الصهيوني الأمريكي اللي بيستخدم أوراق كثيرة في هذه المعركة. استخدم ورقة الجنرال إعلام،
والجزيرة والعربية وغيرها من القنوات العميلة والمأجورة التي حاولت أن تزيف وعي الشعب العربي. ده رقم واحد فيما يعني يتعلق بأن هناك ربيعا عربيا مزعوما طبعا، لكن فشل الورقة، ورقة الإعلام. طلعوا الورقة الأخرى، الورقة الطائفية، وفشلت الورقة الطائفية. استخدموا الورقة الإرهابية وبعثوا إلينا بالإرهابيين من كل مكان. خلينا نؤكد أنه الحل لابد أن يكون عربيا عربيا. نعم. يعني حضرتك تبحثي في برنامجك عن السيناريو القادم، السيناريو القادم لابد أن يكون عربيا عربيا، ومصر هي القاطرة. مصر هي القاطرة يعني رسالة، وأنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عنده إدراك لأهمية الأمن القومي، ويعلم أن الأمن القومي المصري جزء منه الأمن القومي العربي، وفي قلبه الأمن القومي السوري. وبالتالي حين نتحدث عن اتفاقية للدفاع العربي المشترك موجودة ولابد من تفعيلها، نرفع القبعة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة. لكن لابد أن يدرك الجميع أنه لا يمكن، هو في حاجة اسمها اتفاقية دفاع عربي مشترك بدون سوريا. بدون سوريا يعني ايه؟ يبقى بدون الجيش العربي السوري. هو في اصلا جيوش غير الجيش المصري والجيش السوري في المنطقه، يعني خلينا نتكلم بالمنطق. طيب لكن يعني الحوار ما زال مطروحا الان، والحلول السياسيه في اليمن، هل بتتوقع دخول هذه القوى العربيه المشتركه في سوريا ويعقبها الحوار والحل السياسي؟ المشكله لا يمكن ان تدخل في سوريا، لا يمكن. لان في جيش في سوريا، في جيش. من الذي يدخل الى سوريا؟ يدخل الى سوريا لا يمكن بمساعدة أو بتعاون. لا يبقى يكون الجيش، يكون الجيش السوري جزء من هذه القوى العربية. اللي حضرتك بتقولي ده أستاذة هبة، اللي حضرتك بتقولي ده هو المطلوب الآن. لابد أن عشان كده بنقول لابد أن يتحرك. إذا كانت مصر وإذا كان القوى العربية مش قادرة تتحرك تجاه سوريا، فعلى سوريا أن تتحرك، وعلى الرئيس الأسد، هذا ما يقوله الأستاذ نادر وأتفق معه، على الرئيس الأسد أن يتحرك تجاه مصر. طيب. الان التحرك يا دكتور نادر، يعني انا عايز اعرف وجهه نظر دكتور نادر، الجيش العربي السوري ينضم لهذه، يتحرك بدعوه القوى العربيه للتدخل في سوريا بمشاركه للجيش السوري، ولا يتحرك للحوار السياسي ويذهب الى القاهره كمنبر لانطلاق هذا الحوار؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه 57 اجوا ضباط سوريين وقالوا له يا عبد الناصر تعال احمينا من حلف بغداد، نعم، تعال احمينا من تركيا. ما فيش حوار، الشعب عايز يخلص، انتهى. الناس زهقت. بدل ما نقول استعانة بإيران وحزب الله، يبقى بنقول استعانة بالجيوش، الجيش المصري طرف أصيل. هو هيستعين بمين؟ الجيش الأول يستعين بالجيش الثاني والثالث، يعني المسألة هو جيش واحد. فالمسألة محسومة حضرتك، المسألة محسومة. بعدين في استكمل الفكرة، في استفتاء تم على الجمهورية العربية المتحدة، وهذا الاستفتاء لم تلغيه الشعب المصري ولم يلغيه الشعب السوري. صحيح. تم الانفصال بمجموعه خونه من بعض الضباط اللي اشتروا ودمروا الانفصال، دمروا سوريا، دمروا الوحدة. عبد الناصر ماذا قال؟ عبد الناصر قال انا لا اخاف على الجمهوريه العربيه المتحده، لكني اخاف على سوريا ان تبقى واحده. وهذا ما يحصل الان. كل المطلوب، كتر خيرك يا بشار يا بيك يا أسد، تعال وخلصنا. اللي بيكرهك واللي بيحبك تعال خلصنا. حرام، بيوت عم تضرب، قنابل، كيماوي، فلان، علان، داعش، ماعش، إلى آخره. أنا مش عايز كون سوريا ورقة ضغط على أمريكا من شان مصلحة إيران، لا. نعم. ماليش دعوة، أنا عايز أعيش. أنا فقط اللي عايز يعمل مقاومة اتفضل يا حسن يا بيك يا نصر الله، عندك 200,000 صاروخ انضربت سوريا من يومين ثلاثة، ارميهم على إسرائيل. مش هقول لك ارميهم، بس كتر خيرك، الله معك وجزاك الله خير. خلينا بقى نحن نتفاهم مع بعض. أنا مش ضد اللي تحدث صديقك من باريس، أستاذ فهد المصري،
مش ضده، ليس صديقي، يعني هو طرف سوري في الخارج وأردنا معرفة وجهة النظر الخارجية. أنا لست ضده، أنا أريد بدال العنتريات والكلام وهو إلى آخره، تعالوا إلى مصر بيت أمنا. ليش مصر؟ مش لازم نعرف ليش مصر؟ مصر المصريين إخوالنا، ستنا هاجر اللي هي أم إسماعيل وزوجة إسماعيل الثانية مصرية. أنا وقت بيجي على مصري على مصر بمارس مواطنتي. واحد بيسألني اللي أنت من الصف الأول في مصر بتتحدث؟ نعم أنا من الصف الأول، وهي أنا بسمعك يلي سألتني، أنا موجود على التلفزيون المصري بقول لك أنا من الصف الأول. مصر ما عندهاش صف أول، أهلا بيك أستاذ نادر، ما عندهاش صف أول وصف ثاني، ما عندناش مواطن درجة أولى مواطن درجة. مصر للكل، صحيح، بتحب الكل، بتحب العرب. مين اللي أساء إلها؟ آخر النهار بيجي بيقول لي يا مصر تعالي أنا عايز أتوفى بأرضك. كل اللي أساءوا إجوا على مصر واستقبلناهم وكل حاجة. إحنا مش عايزين قيل وقال وإلى آخره، ولا عايزين كل واحد عنتريات. أنا فيني أسأل أي واحد، أنت من ومن تمثل؟ نعم، ماليش دعوة بمين ممثل. أنت من؟ ماذا أسبلت عبر تاريخك؟ أما عندما يقول الرئيس السيسي أو القيادة العسكرية، أنا عندي ثقة أنهم ليسوا مرتبطين مع إسرائيل وليسوا مرتبطين مع أمريكا وليسوا مرتبطين مع إيران وليسوا مرتبطين مع حزب الله. شهادة النزاهة، شهادة النزاهة، وأثبتوا. صحيح، يعني أنا وقت اللي بقول من مخلي مقعد سوريا في القمة، ماذا يعني؟ افهموها بقى يا أهل الساحل، يا أهل الدير، افهموها. سوريا متواجدة وستتواجد دائما وستبقى، والمصريين يتحدثوا باسم سوريا. نعم. وكل من يريد التدخل في الشأن السوري دلوقتي، مش هنقول زي ما قال بشار الجعفري انه سوف تقطع يده، لا، المصريين يقولون من يتدخل بسوريا سوف يقطع يده، مش بشار الجعفري. نحن إذا المصريين قالوا فعلوا. نقطة أول السطر. نتمنى أن تكون هذه هي السيناريوهات المتوقعة بحلول عربية عربية، والوحدة السورية على الرأس دائما، والشعب السوري له كل العزة وكل الكرامة في أرضه الثانية مصر الأم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نادر عكو المفكر السياسي السوري، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. وأيضا الدكتور محمد سيد أحمد القيادي بالحزب الناصري وأستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الأمة العربية، تحيا مصر، تحيا أشكرك. مصر، تحيا سوريا، تحيا الأمة العربية. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر المتابعة في هذه الحلقة من السيناريو القادم. لقاء يتجدد في الأسبوع التالي، إلى اللقاء.